قصر عمر طوسون في منطقة شبرا، واحد من القصور الملكية اللي الإهمال قضى فيها على كل شيء جميل، تحت شعار المنفعة العامة بعد قيام ثورة 52. حول القصر لمدرسة شبرا الثانوية بنات، وبعدين هجروه بعد ما أصبح أطلال. عمر طوسون ده من أشهر الأمراء في عصر أسرة محمد علي، اللي كان بيعمل خدمات كتيرة جدا للمجتمع المصري، وليه كتب وتواليف وتصانيف مهمة جدا، وكان أمير محبوب من جموع الشعب المصري في هذا الإطار، وكان ليه قصور كتيرة جدا. ده الجزء اللي باقي من هذه القصور، وطبعا هو في حالة يرثى لها، ومحتاج طبعا اموال طائله، واحنا دلوقتي لسه الدوله يعني مش بعافيتها، وطبعا ما فيش سياحه، السياحه منخفض العائد السياحي قليل من 2011. القصر بيشهد دلوقتي أسوأ حالاته بعد ما اختفت مقتنياته، واتكسر الازاز الملون، وعشش التراب والعنكبوت على الزخارف الدقيقه اللي كانت بتزينه. القصر بقى محاط ب4 مدارس، وهم مدرسة شبرا الثانوية، ورود الفرج الثانوية، وحسن مبارك الثانوية، وأخيرا مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات. اتعرض القصر للحريق أكتر من مرة، لدرجة إن بعض معالمه اختفت، وبقى عرضة للسرقة ومقر آمن للخارجين عن القانون. مؤسسات المجتمع المدني وفي رجال الأعمال اللي ممكن يشاركوا هنا، وده دورهم الحقيقي دلوقتي لابد أن يظهر في هذه المرحلة، لأن ده العرض بتاعنا والشرف بتاعنا والمكانة بتاعتنا، هي الآثار بتاعتنا، ولازم إعادة النظر إليها وعمل مشاريع على أعلى مستوى. وبرغم الحالة السيئة اللي بتثير الجدل والتساؤلات حوالين إهمال الأجهزة الحكومية ليه والغيره من القصور المهمة اللي بتحتفظ بمرحلة مهمة من تاريخ مصر بين جدرانها، إلا إنه لسه واقف شامخ مستني حد يبصله بعين الرحمة.